والسؤال ايضا بخصوص اللاعب مكعازي، فالرئيس تاع فريق الرجاء الرياضي خلال ندوه تاع تقديم اللاعبين كان اكد ان اصعب انتداب بالنسبه ليه كان هو المكعازي اللي كان اساسي خلال الموسم الماضي. فهذا الموسم هو قال انه انتداب، هو تجديد والتمديد تجديد، قال هو انه اصعب انتداب بالنسبه ليه هو المكعازي. كنشوفوا هذا الموسم هذا المكعازي ما كيكونش اساسي، وايضا بولكسوت اللي كيقد يلعب ظهير ايمن وايضا يلعب جناح ايمن في الوقت اللي كاين مشكل على مستوى الظهير الايمن فريق الرجاء. بولكسوت ما يلعبش ظهير ايمن، هو شيء يلعب مهاجم على الاطراف في كل مقابله باش تلعب ب 10 لاعبين وحارس، وعندك 9 باش تحطوا على الدكه. اليوم الرجاء فيها 27 لاعب، الاختيارات اللي احنا نقوموا بها مبنيه على الروندمون طول السمان، شنو هو التركيز نتاعهم، شنو هي الاضافه نتاعهم، وهما اختيارات ما عندهمش. كل ما راضي كل رضا سورتو على الشوط الثاني او نيفو دو لاين ديفونسيف ولا في وسط الميدان. اللي كان ناقص شويه في 30 متر الاخيره على مستوى التمريره الاخيره وعلى مستوى الجيست الاخراني باش نجمو نترجمو السيطره الكبيره الفرص والاهداف. تابعوا حساباتنا على مواقع التواصل، فعلوا جرس التنبيه واشتركوا في القناة. لوماتان سبورتس، نظرة جديدة للصحافة الرياضية.